تقول زوجها يعمل من الساعة الثالثة صباحا حتى بعد صلاة الظهر، وأحيانا ينام ولا يصلي العصر والمغرب والعشاء إلا جمعا آخر الليل، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك إن استمر على هذا العمل فهو ليس بمسلم، لأنه يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، هذا لا يجوز له. يعني أعمال الدنيا يروح لها ولا يخلي منها شيء ويعمل الساعات الطويلة، وإذا جاء وقت الصلاة ينام عنها، هذا مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب أن يحافظ على الصلاة في مواقيتها، يصلي وينام، الحمد لله الصلاة ما تأخذ منه إلا دقائق فقط، يصلي ثم ينام، وإذا جاء وقت الصلاة يقوم ويصلي مع المسلمين. أما إنه ينام عن الصلوات ويتعمد هذا الشيء ويداوم عليه، فهذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فاتته يعني فات وقتها، فات وقتها، أخرجها عن وقتها متعمدا، قد حبط عمله. وإذا أخرجها عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح ولو صلاها، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان يتعمد تأخير الصلاة ويقول متى ما قمت بصلي ويداوم على هذا، إنها لا تقبل منه. نعم. وتقول: هل عليها إثم، أي الزوجة، على ما يفعله الزوج؟ نعم، إذا سكتت فإنها تكون آثمة.